يعني أنا والدي الدكتور عبد الله الشواوري الله يرحمه، والدي كان طبيب استشاري أطفال، خدم في مواقع إدارية من أول ما رجع كأخصائي من إسبانيا، وقتها لأنه كانوا الأخصائيين يمكن كثير مش ما فيش عدد كبير وهيك، فخدم في مواقع إدارية ونحن كنا نتنقل معاه في كل رحلته، خدم في معان وفي الطفيلة وفي عمان وفي الكرك. وفي خلال هاي الرحلة كان بالنسبة له العمل العام والخدمة العامة وصحة المواطن إشي كتير مهم، وكان دائما يعني يشجعنا على القراءة، يعني لما الناس كلها كانت يعني لسه بتحكي يا دوب في تمكين المرأة، بابا كان هو الله يرحمه يعني ونحن طفلات كان اللي هو يدفعك يعني كل يوم يتابع ايش قرأت وايش عملت وايش هذا، نحكي سياسة في البيت، كنا نحكي يعني نحكي ثقافة نحكي سياسة، كان يعني يقضي معظم وقته في هذا السبيل. على سبيل السفرات نحن انا يمكن كنت لسه طفلة كان صفي ثامن وفي وفود عربية مشاركة، وهذا كان دائما يحكي لي روحي فيعني نمى هاي الشخصية فيي وفي اختي من نحن يعني من نحن صغار. هذا الحكي كله مع حرية تامة في طرح الفكرة، يعني أبدا ما كان في ديكتاتورية مثلا أو تفرد وهيك، كنا كل شيء نتناقش فيه. هذا الحكي كله شوي شوي كبر يعني في هذا البيت، لو وصلنا لمرحلة نحن قادرين ننطلق بأنفسنا. هو الله يرحمه توفى تركنا من 5 سنوات، بس نحن إن شاء الله نضل مكملين بنفس. أنا ما إلي أي توجه سياسي، أنا مش مسجلة بأي حزب، ولكن نفس توجه والدي أنا مولعة بالعمل العام، بحب العمل العام وخدمة الناس يعني إشي كثير عظيم إذا أنت قدرت تتحقق فيها إشي. العمل النقابي هو عمل مهني سياسي مختلط. نحن هلأ يمكن في قائمتنا ترشحنا على قائمة اسمها نمو، لا يعني إجت بفكرة يمكن شوي جديدة، اللي هي إنك أنت من النقابة والمهنة تنطلق للوطن وللسياسة إن لازم، ولكن الأولوية تبقى دائما للنقابة والمهنة والسياسات في طريقة يعني السياسات الصحية والتعليمية، مش العمل السياسي بمعزل عن أي شيء تاني. يعني أنا يعني ما كان في مانع إني أكيد أنا بحترم العمل الحزبي وهيك، ولكن أنا مش هيك توجهي، يعني أنا مش توجهي حزبي. بلاقي معا كفكرة أنا والدولة المدنية بلاقيها فكرة قريبة جدا مني، ولكني أنا مش منتظمة بأي حزب وما بفكر أنتظم فيهم صراحة. يعني دائما الناس توجهات، أبوي ما كان منتمي لجماعة الإخوان المسلمين، كان له خلفية في حزب البعث لفترة معينة، وبعدين يمكن ترك العمل السياسي واتجه للعمل المجتمعي ومن خلال موقعه خدم أهالينا. فيعني هو يعني اتجاهاته ما كان متوجه بهذيك الاتجاه. يعني نفس مشكلة الهيئات العامة مع النقابة هي مشكلة الشباب مع الأحزاب، عدم ثقة وخلفية من الضعف. يعني نحن اجينا شباب لما يعني فتنا على العمل العام أو على العمل الهاي لقينا في باكراوند من الضعف، تحتاج لمبادرات، لمبادرات قوية، تحتاج لمبادرات فيها فكر، تحتاج ل يعني تحتاج ل كمان في عند الشعب الأردني أحيانا فوبيا من الحزبية. يعني نحن كمان طلعنا من فترة كانت فيها الأحزاب ما كانتش مسموحة وسمحت بس في التسعينات، فيعني بدك تطلع من هاي الفوبيا، بدك تمكن الأحزاب. جلالة الملك دائما بيحكي عن تمكين الأحزاب، ولكن نحن بنشوف إنه تمكين الأحزاب لسه بده شغل، وبدك كمان شخصيات مبادرة تقود أحزاب نوعية تؤدي لانخراط الشباب أكثر في العمل العام والعمل السياسي. الشغل على شقين، شغل حكومي على إنه لدعم هذا دعم صادق لتشكيل الأحزاب وضحض الفوبيا، يعني إنك أنت تنهي هاي الفوبيا اللي هي نحن تورثناها من الجيل الأسبق. والجزء الثاني شباب أنفسهم مبادرين، أصحاب فكر حتى لو كان مختلف، يشكلوا أحزاب قوية ويقدروا يأثروا في مجتمعاتهم وأوساطهم ويجذبوا. يعني رسالتي للشباب إنه نحن مش جايين على وضع يعني نحن وضعنا مش سهل، بنعاني من بطالة، بنعاني من مشاكل اقتصادية ومشاكل في السياسات، برضو في السياسات التعليمية، يعني نحن بنعاني من ارتفاع منسوب الفقر، في عنا كثير مشكلات. إذا نحن الشباب حطينا قعدنا وضلينا نستنى حلول سحرية ما بيمشي الحال. كل واحد فينا عنده القدرة على مبادرة في أي مجال،
في أي مجال، إن كانت مبادرة في مشروع معين بسيط، إن كان في مبادرة في سياسية، في حزبية، إن كانت المبادرة طلابية، إن كانت المبادرة نقابية، لازم ننخرط، لأنه الوطن اللي يعني رح يتمسك إلنا إذا مش اليوم بعد 10 سنين، وبعد 10 سنين ما بيكونش أنت عندك، بتكون صار أرضيتك أصعب. إذا نحن كلياتنا مطالبين بالانخراط بهذا العمل بتمكين حقيقي وواسع سياسي، بإرادة سياسية إنها عن جد تمكن الشباب، إنها عن جد تفتح لهم آفاق، بإن نحن يعني نتفوق على الأشياء اللي بنحكي فيها من زمان من واسطات ومحسوبيات وفساد و و و يعني هذا العمل مشترك، حتى يعني شوي شوي نشتغل على إنه كل مشاكلنا المزمنة اللي بنعاني عليها من بعشرات العقود نقدر نتخطاها شوي شوي.